في البطوله العالميه العسكريه والله غالب الوباء هذا واحد يخاف صح ابو جميع هذه العائله تاعو ما انا اقدر انا نحافظ على الرياضه الجزائريه ولا الرياضيين تاعنا نحافظ على الرياضه واش انا نعيش في الجزائر واش نقدروا نديروا كاستراتيجيه يعني انا نظن باللي الان استراتيجيه باش نسيروا هذه المرحله حتى ان شاء الله يرفع علينا ربي الوباء الرسالة اللي نوجهها أن لازم يلتزموا بالصبر وما يتقلقوش لأن نعيش ظروف صعبة في العشر سنين السوداء وهذه الأشياء ربما أثرت عليها ولكن الإرادة والعزيمة تاع هذا الرياضيين يعني تخليهم يتألقوا ما فيه حتى مشكل يعني نشوف يعني الأشياء اللي ربما نحسنوها ولا نضيفوها باش يكون يعني التركيز تاعهم يعني سليم الشيء المهم أنهم يواصلوا نشاطهم الرياضي ولو 20% حتى ما يضيعوش الطاقة تاعهم احنا نشوف في بعض الحالات وين الناس اللي ما عندهمش خبره ما عندهمش تجربه حقيقه نتاثر كثير يقولوا باللي في هذا الوقت الحالي لازم يعني الرياضيين يتوقفوا ما يعملوا حتى شيء وهذا خطا كبير لان الرياضي المستوى ما يتوقفش لازم دائما في استمراريه باش يحافظ على اللياقه تاعو وما تكون فيه صعوبه وانا النصيحه اللي نوجهها للرياضيين انهم يتحلوا بالصبر لان بصفه عامه يعني الوقت والظروف اللي عايشينها اليوم يعني من اجل المصلحه تاعهم من اجل الصحه تاعهم وسلامه تاعهم وسلامه العائله تاعهم وسلامه الشعب الجزائري. استدعانا كاتب الدوله سي نور الدين المرسلي على باش حوس يعرف التدريبات تاعنا كيفاش غيتسير في هذه الازمه تاع في الجائحه تاع كورونا وعطانا بعض التعليمات باش نحافظوا على اللياقه والبريباراسيون تاعنا الالعاب الاولمبيه ان شاء الله العاب البحر المتوسط المقامه في الجزائر 2022. احنا رانا في اتصال يعني في حوار متواصل مع السيد الكاتب الدولة المكلف برياضة النخبة باعتباره يعني مسؤول على رياضي النخبة من طرف الوزارة الوصية وباش ندرسوا يعني تداعيات الوضعية اللي رانا عايشينها يعني عايشها العالم كامل وعلى الجزائر والتداعيات على رياضيين وتحضيراتهم على المستوى المتوسط وعلى المستوى الطويل مع الاتحادية ومع السيد نور الدين المرسلي اللي هو كاتب دولة دائما نحوسون نصيبوا الحلول الملائمة باش نتأقلموا مع هذه الوضعية إن شاء الله. هو على باله الرياضي كيفاش يحضر وعلى باله لي موايان اللي لازم وراه جاز على المرحلة هذه ويعرف إن شاء الله عندنا اقتراحات إن شاء الله راح نقترحوهم عليه باسكو كما يقول لك احنا جيدو عندنا 3 ان شاء الله ميلابو كاليفيكاسيون ان شاء الله للجولمبيك وعندنا نقص في الامكانيات عندنا نقص الاتحاد راه يعاني من نقص خاصه الامكانيات الماديه اللي كما نقول لك رانا نتلقاو صعوبات كبيره في التحضيرات تاعنا وان شاء الله من المستقبل ان شاء الله يكون فيها خير ان شاء الله.